من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج كلام في الميديا، فقرة مهمة جدا لأن معانا كاتب صحفي كبير ليه باع طويل في الصحافة الرياضية، اشتغل في تحقيقات واشتغل في أخبار وكواليس وعنده تفاصيل مهمة جدا ودايما كده حيادي وليه رأي في أي موضوع متعلق بالكرة المصرية ورأيه للهدف وللصالح العام. وجوده النهاردة مهم معانا إن كمان جاي قبل ليلة مباراة الأهلي والمقاولين والوسط الرياضي وما يشهده في الفترة الأخيرة. ضيفي وضيفكم الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير الأهرام الرياضي الأستاذ عبد المنعم فهمي. أستاذ عبد المنعم منورنا ومشرفنا. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك. متشكرين على المقدمة الجميلة دي. لا ما استحقهاش بصراحة، يا ربنا يخليك يعني. الله يخليك يا رب، دايما بنتعلم منكم ودايما لكم دور كبير جدا في الصحافة في الفترة الأخيرة. ربنا يخليك. تحب نبدأ نتكلم منين؟ الموضوعات كتيرة، موضوعات كتيرة وزي ما حضرتك شايف الموضوعات مهمة جدا وكلها إن شاء الله نحاول من خلال إن احنا نقول الكلام اللي يرضي ضميرنا بحيث إن 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 الصدمة اللي حصلت في كأس الأمم الأفريقية نحاول نتلافاها بعد كده. الصدمة كانت كبيرة جدا والكرة المصرية أي إخفاق ليها أكيد بتأثر على الأندية، أكيد بتأثر على المردود الأندية والجماهير وكل ما يهم الشارع الكروي والرياضي تحديدا يعني. طيب نبدأ بالأحداث الأخيرة، مباريات الدوري نبدأ بعد ما انطلقت في الساعات الأخيرة وإحنا بنختم موسم مش بنستعد لموسم جديد، لكن شفت إزاي الأحداث الأخيرة والدوري وتعادل الزمالك ثم مباراة الأهلي والمقاولين بكرة، ودايما إحنا بنوجه رسالة إن الدوري لسه مخلص لسه ما اتحسمش. شايف المباريات على المستوى الفني، الإعلام بيتعامل إزاي مع الأحداث هذه المباريات في التوقيت ده، وعايزين نختم موسم بشكل كويس عشان نبني عليه للموسم اللي جاي. طبعا اللي بيحصل في الدوري المصري اولا ما بيحصلش في اي مكان في العالم كله، ان الدوري يستمر 364 يوم او 363 يوم ده شيء غريب جدا وشيء خارج يعني المنطق والعقل، ولكن في النهايه ما حدث حدث. وشفنا الاسبوع اللي فات، انا ببص الاسبوع اللي فات او المباراه اللي حصلت الاسبوع اللي فات من منظور تاني خالص، وهي منظور ان احنا لما اتعلمناش لسه بقى عندنا كان كاس امم افريقيه، عندنا كان شكل جمالي، شكل مظهر رائع، شفنا حفلة كروية استمرت لمدة شهر، ما تعلمناش، خناقات ومشاكل وتراشقات ومن هنا ومن هنا، وناس بتاخد طرد وناس بتتوقف ثلاث مباريات، سوء سلوك. مباراة مهمة في الدوري، لكن في النهاية ما حدث في المباراة وانتهاء 2-2 ده خلى ناس كتير جدا بيقول لك الدوري الأهلي، الكلام ده غير صاحب المرة. الأهلي يمتلك أربع فرص، الزمالك يمتلك فرصتين، فرصتين الاهلي زي فرصتين الزمالك مرهونين بالفوز على الاسماعيلي والفوز على الاهلي بالنسبه للزمالك، وبالنسبه للاهلي الفوز على الزمالك والفوز على المقاولين. ده شيء لازم نبقى مسلمين بيه، ومفيش حاجه اسمها ان الاهلي فاز بالدوري قبل نهايته لانه مش هينفع. طيب هنكمل الحديث في هذا الموضوع، الحديث ده لسه فيه شرح طويل. طبعا نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا مع الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير التحرير الاهرام الرياضي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين بالتاكيد في الحديث مع ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم، كنا بنتكلم عن مباريات الدوري، اتفضل بقى وجهه نظرك في المباريات المتبقيه، وقلت للاسف كانت في دروس ما خدناهاش من كاس الامم، لكن رؤيتك بقى التحليليه لباقي المباريات. ما حدث في مباراه الجونه زي ما قلت لحضرتك، احنا الدروس الاخلاقيه ما كانش على ما يرام، الدروس الفنيه طبعا انت عارف بعد معسكرات وبعد توقفات فاكيد هيكون في تباين شديد، لكن اهم مباريات في الاسبوع ده بكره. مباراه الاهلي مع او المقاولون مع الاهلي، مباراه الزمالك مع الاسماعيلي، المباراتين دول مهمتين جدا، ممكن يكادوا يكونوا اهم مباراتين خلال اخر 10 سنوات. ليه؟ لانه من خلالهم هيتحدد بطل الدوري، وزي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ان الحسم ممكن يكون بكره، بس هوية صاحب الدرع غير معروفة بالمرة، واللي يجزم بالكلام ده بيضرب بالغيب، واللي بيضرب بالغيب دايما بيخسر. ليه؟ يعني احنا شفنا بعض في مارس اللي فات، وشفنا في فترات سابقة في بعض الناس بتطلع تقول لك اللي هيفوز بالدوري الزمالك مثلا، ويقول لك اللي هيفوز بالدوري فلان الفلاني، فبتطلع تنجم وتحط نفسها في مواقف صعبة ومواقف حرجة. طب انت عارف المفروض انت لما تيجي تتكلم على فريق معين تعرف ظروفه ايه وتعرف ايه مميزاته وايه عيوبه، قبل ما تتكلم على فريق وهياخد الدوري شوف تاريخه عامل ازاي، شوف قادر على انه يكمل ولا مش قادر انه يكمل، شوف الفريق التاني المنافس اللي هو انت بتقول عليه هيهبط ظروفه عامله ازاي، شوف طب انت عامل كام يعني اللي بيتكلم ده
انا بتكلم الجزئيه دي ليه؟ لان كره القدم لعبه الحسابات غير المنطقيه، ما فيش واحد زي واحد يساوي اثنين، وبتلعب على جزئيات صغيره. بالظبط، في حالات الاهلي بيبقى فيها في قمه مستوى والاهلي بيعمل نتائج مش كويسه، والزمالك نفس القصه، واي نادي في مصر كده. كره القدم المصريه لوغاريتمات، صعب انك انت تاخد عليها قاعده. يعني مين كان يتخيل ان منتخب مصر اللي كان وصيف 2017 بالجابون يخرج من دور 16 على ارضه؟ مين يتخيل؟ يعني احنا نظمنا كاس الامم الافريقيه خمس مرات، دي الخمسه، خرجنا مره 74 من دور قبل النهائي، والمره دي خرجنا في دور 16. مظبوط. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا مفيش حد يتوقع الكره المصريه خالص. محمد صلاح وتريزيجيه، انت عندك افضل جيل محترف، ومحترف في اماكن كبيره واماكن من الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم، وخسرت في دور 16، مفيش منطق. لكن الاداء لم يكن بالمستوى المطلوب. اللي بيأدي بياخد، اللي بيأدي بشكل كويس بيكسب، اللي بيأدي بشكل كويس بياخد نقاط وبيوصل الاماكن اللي هو عايزها. الاهلي يعني، مش عشان انا في قناه الاهلي، معودنا دايما على الريمونتادات مع الزمالك. لما تيجي تقارن الاهلي لما يكون مثلا في المركز الاخير زي ما قالوا، في ناس هيهبط، طب والاهلي هو انت موقفك ايه بكره؟ او في المنطقه الدافيه، او في المنطقه الدافيه، ايه موقفك بكره والاهلي ممكن ياخد الدوري مثلا؟ ايه موقفك؟ جزئيه التاريخ مهمه جدا، لان التاريخ جزء مهم في الصحافه، بتبني عليه تقارير قبل المباريات الكبيره. بالظبط. موقع يورو سبورت عربيه، وانا في مقدمه الحلقه عجبني تقرير ممتاز جدا كاتبينه عن الريمونتادا، ولخصوا الريمونتادا في كذا سنه في ثلاث مراحل او ثلاث سنوات بس. الابرز هو هو الموقع قال الابرز، ولكن في ست ريمونتادات لو بصينا، 53 54 وموسم 80 81 82 95 96 96 97 و2010 2011 الاخيره بتاعه جوزيه، كان الزمالك فارق عن الاهلي ب 13 و7 نقاط و6 نقاط، والاهلي خد الدوري في النهايه. فعشان كده انا بقول لحضرتك، اللي يجي يتكلم عن النادي الاهلي ويتكلم في قصه مين هيفوز بالدوري، ما يتكلمش الا اخر اسبوعين ويكون فارق النقاط لمصلحه الزمالك او لمصلحه الاهلي، ويقرا التاريخ. يقرا التاريخ. بس ده معناه ايه؟ معناه ان الزمالك السنه دي برضو هو السبب فيما حدث ليه من سقوط في المباراه الاخيره. يعني ده قررت، يعني انا بتكلم بصفه الشخصيه، شان نادي الزمالك، شان مسؤول الزمالك، لان الزمالك برضو خسر نقاط في اوقات صعبه جدا، لكن الكوره في ملعبه. انا عارف ان قناه الاهلي بتكلم برضو بشكل حيادي شويه، وانا طبعا الحمد لله حيادي، الحمد لله ازعم ذلك يعني. فالمباريات بكره الزمالك لها فرصه، ليه فرصه وفرصتين مهمتين، لكن الاهلي ليه اربع فرص. اللي عمل كده في الزمالك هو الزمالك نفسه، اللي خلى الاهلي كده الاهلي نفسه. فده يعني شيء، ده شيء ورقي وشيء مكتوب، وشيء تاريخي، يعني مفيش حد الاخر. لا بالظبط كده، لا مفيش، انت ممكن تخسر وانا اخسر. بالظبط كده، انت بتخسر بس انا عايز اكسب. انت تساعد نفسك بنفسك، الاهلي مش هيساعدك. خلي بالك دي ظاهره صحيه، خلي بالك. عايز اقول لك على معلومه يمكن ناس كتير جدا مش واخده بالها منها، ان الدوري المصري 60 نسخه. الاهلي او الزمالك تم حسم الدوري بالاسابيع الاخيره 31 مره، ببكره يبقى 31 مره تم حسم الدوري في الاسابيع الاخيره من 60، و30 او اسف 29 مره تم حسم الدوري من اسابيع سابقه. خلي بال حضرتك، يعني خلي بال حضرتك ان احنا بنتكلم على جزئيه الارقام، بنقول فيها ايه؟ بنقول فيها ان الدوري لم يحسم في الاسابيع الاخيره الا حوالي 30 مره او 31 مره، في المباراه السابقه 29 كان يتم الحسم قبلها بايه؟ طيب قبلها باسابيع. مباراه الغد بقى بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الشخصي، ويهمنا النادي الاهلي بالتاكيد في المراحل القادمه. بعد فتره حوالي 60 يوم ابتدى بقى يكون في معسكر في اسبانيا، تجهيز اللعيبه للمرحله الجايه. شايف بقى الفتره القادمه ممكن ان شاء الله تكون مباراتين مهمين جدا يبني كمان عليهم للموسم الجديد. ايه يعني وجهه نظرك في مباراه الاهلي والمقاولين ان شاء الله بكره باذن الله؟ الاهلي طبعا لازم يفوز، علشان خاطر لو فاز الاهلي خلاص الدوري حسم بالنسبه للنادي الاهلي. دي معناها كبير جدا، معناها استمرار لاسارتي على راس الجهاز الفني، على يعني بحسب معلوماتي الشخصيه استمرار تفوق النادي الاهلي على المستوى التاريخي بالنسبه على بالنسبه للمره الرابعه على التوالي، ويكون النسخه 41. طبعا ده هيكون فارق رقمي بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي طبعا ده انا عارف ان في لعيبه مش هتكمل مع النادي الاهلي، لكن بالنسبه للعيبه المستمرين مع النادي كلهم طبعا لهم فضل كبير جدا في الفوز بالبطوله دي لو حصل يعني. لكن في النهايه نقول ان الاهلي مصيره مرتبط باقدام لاعبيه وليس باقدام الاخرين، ولكن الاقدام الاخرين برضه لهم برضه ايه يعني. خلي بالك الزمالك لو خسر بكره يبقى هو اللي عمل في نفسه كده، لكن انا شايف ان النادي الاهلي لو فاز بالدوري فهو يستحق، لانه جاء من بعيد، واللي بيجي من بعيد ده لازم نرفع له القبعه.
دايما المباريات بتبقى مباريات كبيره، الاهلي والمقاولين، ومباراه الدور الاول كانت فيها تنافس كبير جدا بين الفريقين. ممكن بكره نشوف مجموعه اهداف كبيره، ولا عشان الدوري كان متوقف بقاله فتره فالمستوى الفني مش هيبقى بنفس؟ لا انا ما اقدرش اقول لك النتيجه هتنتهي كام او كام هدف يجي، لكن برضو انت خلي بالك المقاولين عنده دوافع، يعني الناس اللي بتكلم برضو على ان عماد النحاس ممكن يسيب المباراه للنادي الاهلي. لا لا، ده كلام، مش عايزين نتكلم في الامور دي. كلام انا بتكلم عن الناس اللي قالت. لا احنا خلينا نتكلم في الكوره، لان في ناس بتقول مثلا ولازم يترد. خلينا في الكوره. بص عماد النحاس عنده دوافع كتيره جدا، اهمها اثبات نفسه قدام النادي الاهلي. الاهلي دايما قدام مباريات قدام ابنائه بيخسر في اوقات كتيره جدا، وحصل في الدور الاولاني الاهلي خسر بهدف عن طريق برضو من عماد النحاس. فنيا المقاولين عنده يعني دافعيا ويكسب النادي الاهلي، مفيش ازمه بالنسبه له، لانه خلي بال حضرتك ايه المانع انه يكسب النادي الاهلي؟ يعني عنده المدير الفني واعي، وعنده مدير فني قادر انه يكسب النادي الاهلي. عنده عناصر جيده جدا طبعا بعد رحيل احمد علي، لكن العناصر الموجوده عنده تحاول اثبات الذات. كتير جدا من الاسباب اللي تخلي النادي الاهلي مثلا يعمل مباراه كويسه جدا، عشان مباراه حسم الدوري، يعني الدوافع موجوده في الاثنين برغم ان دوافع الاهلي اكتر. والنواحي الفنيه بالنسبه للمقاولين، انا شايف انه رحيل احمد علي طبعا هو رحل غصب عنهم بشرط الجزائي، ولكن رحيله ده ممكن يسبب ازمه فنيه بالنسبه للمقاولين ان شاء الله. طيب بتكلم بقى كمان في جزئيات تانية متعلقه بالموسم، هينتهي بعد اسبوع يوم 28 يوم مباراه الزمالك الحد اللي جاي. بالظبط كده. هل عندك معلومات ان بعد نهايه الموسم في جديد بالنسبه للموسم القادم، سواء في القيد، القائمه، الامور دي كلها، ولا لسه الامور دي مطروقه لبعد مباراه القمه؟ والله بص، بما انك انت متابع الاتحاد في الفتره الاخيره، زي ما انت بتقول كده هي ممكن الامور كلها يتم تاجيلها الى نهايه الموسم. اهم حاجه دلوقتي في اتحاد كره القدم، او اللي بيدور اتحاد كره القدم، عندهم انهاء المسابقتين الرسميتين اللي هو الدوري المصري وكاس مصر، وفي النهايه يتكلموا في شكل الدوري الجديد، يتكلموا في شكل المسابقه اللي ستتم. لكن خلينا ننتهي من الموسم الاول وبعد كده نتكلم في الجزئيه الثانيه، ان خلي بالك الموسم ما انتهاش. يعني احنا هنتكلم في موسم جديد ولسه الموسم الاولاني ما انتهاش. انا شايف ان فعلا ان اتحاد كره القدم يركز فعلا في الدوري عشان ينتهي بشكل لطيف وشكل محترم، واتمنى ان المباريات الاخيره ما يتمش فيها مشكلات، لان كره القدم المصريه مش ناقصه بصراحه. طيب نروح بقى للملف الثاني، ملف اتحاد الكوره. الجديد عندك في هذا الملف وايه اللي بيحصل بالظبط في الكواليس في الفتره الحاليه؟ بدون اسماء طبعا، مش هتكلم عن اسماء، في حاجات مهمه جدا لازم الناس تعرفها، ان الاتجاه العام، الاتجاه لمدير فني وطني، وفي اسماء بتطرح الناس كلها عارفاها، لكن في النهايه هذا الاتجاه يعني تغذيه بعض الشخصيات المهمه في مصر. لكن انا وريت الشخصيه ارى ان الفتره المقبله اتمنى ان ارى فيها مديرا فنيا اجنبيا وليس وطنيا، لان الاسماء المطروحه بغض النظر، مش هنقول اسماء طبعا، انا شايف انها مع الاسف الشديد لم تستطع ان تبرز على الساحه بالشكل الكافي. يعني لو بصينا طبعا، مش هنقول اسماء وناس عارفه عشان طبعا احتراما. طب قبل الجزئيه دي، يعني قبل ما نختار المدير الفني، مش الاول نحط القواعد ونجيب مدير فني للاتحاد هو اللي يختار يحط؟ بص اللي بيحصل في اتحاد كره القدم دلوقتي مشكلات كثيره جدا، منها من ابرزها انه دلوقتي، هل خلي بالك اتحاد كره القدم في ازمه فنيه وازمه اداريه قبل مشكلة المدير الفني، قبل اختيار المدير الفني. الأزمة تتلخص في من الذي سيدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة؟ هل هي لجنة تدير الكرة المصرية فبالتالي تتعارض مع قوانين الفيفا ولائحة الفيفا وعدم التدخل الحكومي؟ من الذي يستطيع أن يوافق على هذه اللجنة؟ هل يستطيع انتزاع موافقة الاتحاد الدولي؟ قصة كبيرة. بقى 3 شهور المفروض يحصل انتخابات، لكن ما يدور في الكواليس أن هناك من يريد أن يتم اختيار لجنة تدير الكرة المصرية من خلال وزارة الرياضة، يتم اختيارها، لكن هنا يتم لو تم من خلال وزارة الرياضة يحصل إيه؟ تدخل حكومي، في أزمة بالنسبة إيه للاتحاد الدولي. هنرجع زي ما حصل في 2014 لما تم اختيار لجنة وتمت إعادتها مرة تانية وعادت الأمور إلى ما كانت عليه. ففي هذه الحالة يتردد ويقال في الكواليس أن هناك محاولات مع هاني أبو ريدة أنه يحاول ينتزع الموافقة من الاتحاد الدولي على وجود لجنة تدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، دون الاعتبار ذلك من التدخلات الحكومية في الكرة المصرية. دي أهم جزئية شغلة الاتحاد كرة القدم، لأن المفروض اتحاد كرة القدم يعمل أولا على
تسكين لجنته او تسكين نفسه في المكان اللي هو فيه قبل ما يختار. الناس مش واخده بالها من جزئيه مهمه، انت بتتكلم على مدير فني، طب مين هيختار المدير الفني؟ الوزير هيختار المدير الفني؟ ما ينفعش، برغم انه انما لعلم ان هو يعني بيحاول يفرض شخصيات معينه او يحاول ان يتكلم على شخصيات معينه، هو يرى في نفسه ان هو مثلا احد اسباب مجيء احد المديرين الفنيين السابقين اللي عمل نتائج كويسه مع منتخب مصر في مرات سابقه، ويتمنى عودته مره اخرى، هو يتشيع لذلك. الكلام ده بقى الناس فاهماني انا بقول ايه، تمام؟ لكن الاداره الاتحاد نفسها الفتره القادمه هو في مشكله، مش هتمشي كده. ما انا قلت لك حضرتك الكواليس اهو، الكواليس ايه؟ من يدير اتحاد كره القدم؟ هل سيتم الدعوه طبقا للائحه المدير التنفيذي؟ المدير التنفيذي ويدير حتى هذه اللحظه بالزبط. لكن المدير التنفيذي دلوقتي عايز يعمل لجنه عشان تجيب حد يبقى هو المدير الفني لمنتخب مصر، هو مش هيختار بنفسه، لان لو اختار هو خايف يختار بنفسه. ليه؟ لان اختار بنفسه مدير فني وعمل نتائج وحشه، مين اللي هيتحمل مسؤوليه؟ هو. طب هو مش عايز يتحمل مسؤوليه اختيار ربما يكون خاطئا. انا بقول الكلام ده على فكره في الكواليس محدش يعرفه. طب قبل ما نخش على فكره المدير الفني، طب ما تيجي الاول نعرف المشاهد ايه الاستحقاقات القادمه لمنتخب مصر عشان تبقى عارفه المنتخب مقبل على ايه. عنده حاجات كثيره جدا، عنده تصفيات افريقيا المؤهله للكان 2021 في الكاميرون، وعنده تصفيات كاس عالم هتتلعب في شهر 11. يعني انت بتتكلم في وعنده تصفيات كاس العالم، بطولتين مهمتين جدا اللي هم البطولتين الاساسيتين اللي اي منتخب بيسعى اليهم اللي هو كاس عالم وكاس امم. فهو ثروت سويلم للحفظ الالقاب خايف يختار لجنه فنيه او خايف يختار المدير الفني ربما يتم تحمل المسؤوليه في حاله الاخفاق والفشل، فبالتالي يحاول ان يعني يتم وضع لجنه بمساعده اشخاص اخرين، لجنه فنيه مكونه من يقال اسماء، هقول اسماء معلش، كابتن علي ابو جريشه والكابتن طه اسماعيل والكابتن طاهر ابو زيد ربما وحد من الزمالك، وربما يتم من خلالهم اختيار المدير الفني. يختاروا بالضبط المدير الفني حتى يتم اختيار السليم. طبعا في الحاله دي يعني بقول لحضرتك اهوت اللجنه دي من الممكن ان تختار مدير فني وطني. انا عن نفسي بتكلم كعبد المنعم فهمي، انا اتمنى ان يكون المدير الفني القادم اجنبيا، لان هو في المرحله دي تحديدا محتاجه مدير فني اجنبي بعيدا عن اي مهاترات ومشكلات. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا قبل حاجه مهمه. طب ما نروح لفكره المشروع. طب يعني هو ده المشروع كنت هكلمك فيه. دلوقتي انت لو بصيت من سنه 98 من ايام فوز الجوهر الله يرحمه بكاس الامم الافريقيه 98 فاكرها حضرتك طبعا. لو بصينا الاجيال دي من 98 حتى هذا الجيل الحالي لا يوجد كادر واحد يستطيع ان يدير منتخب مصر الا بعض الاسماء البسيطه جدا. هل يعقل يا استاذ محمد ان كل هذه الاسماء الثقيله والرنانه من 98 وحتى هذا اليوم لا يوجد كادر او ثلاث كوادر موجودين؟ طبعا انت مش هقول اسماء زي ما اتفقنا. انا بحب جدا وانا بتكلم في اي موضوع او اي قضيه ما اطرحش اسماء لا بالايجاب ولا بالسلب، بس انا في الحاله دي انا ما بطرحش اسماء انا اقول دول هيبقوا مديرين فنيين. انا بتكلم على كوادر. المفروض احنا في مصر احنا دوله مؤسسات ودوله كوادر ودوله تضم بسم الله ما شاء الله 110 مليون مواطن، فبالتالي احنا بس قصدي ايه ان انا اتكلم في المشروع العام او الفكره او المعايير اللي ممكن تنجح الكره المصريه او تنجح منتخب مصر. المعايير الأساسية معايير مهمة جدا، اختيار المدير الفني الأجنبي أو المصري اللي يكون عنده طموح أنه هو يعمل حاجة شكل لمنتخب مصر ويعمل حاجة مهمة لمنتخب مصر ويخوض بها بطولات بشكل معين. يبقى أول ما ينفعش الطموح. ما ينفعش مثلا أجيب مثلا واحد لمصالح شخصية يعني اللي مبوظ الكرة المصرية. أول حاجة الطموح. بص أنا بقول الكلام ده على مسؤولية على قناة النادي الأهلي، أن معظم المديرين الفنيين معظم وليس كل المديرين الفنيين الأجانب الذين جاؤوا لمصر جاؤوا بسمسرة. انا بتكلم على مسؤوليتي الشخصيه الجزئيه دي يعني انا بتكلم خلي بالك انا كتبت في هذا الباب في الاهرام الرياضي 5 حلقات وست حلقات تمام، والحمد لله ما في واحد قدر يرد عليا بان انك كده اللي بتقوله غلط. طيب. لان انا عندي مستندات وعندي دلائل وعندي ادله وبراهين تقول على كلامي. طيب المعيار الثاني انت قلت اول حاجه الطموح. الطموح نمرة 2 عدم التدخلات في الامور الفنيه، يعني عدم فرض الوصايا او الوصايه على المدير الفني الموجود سواء مدير فني وطني او مدير فني اجنبي، ان يعمل في صمت وان يترك، يعني طالما اخترته فلابد ان يكون لديه كل الثقه لاختيار كل الجهاز الفني بتاعه. لو مدير فني وطني تحدد له اهدافه. طبعا تحدد له اهدافه، ما ينفعش اقول له خد فلان وخد علان وخد مش عارف مين. لا مش لعيبه، تحدد اهدافه وهو بيدير المنتخب. ما هو بيقول له اختار الجهاز،
ما خلي بالك، ما انا بقول له خد الجهاز معاك ده، يعني مثلا سلجادو، ايه اللي جاب سلجادو في الماتش؟ انا اقصد البطولات المقبل عليها، يعني عنده بطوله مثلا 2021، عنده تصفيات كاس العالم. يا استاذ محمد، الهدف اللي انت طالبه من محمد يكون جيل، اساس نجاح اي شخص في اي مكان في العالم ان يترك بحريه وتترك له الفرصه لممارسه دوره وفي الاخر حساب في نهايه الموسم. هذا هو اهم نقطه من نقاط نجاح اي شخص في اي مكان. انما اتدخل في اموره الشخصيه، واتدخل في اختيارات لعيبه، واتدخل في اختيارات اجهزه مساعده، فكل هذا الكلام يؤدي الى، اذا كان هو كمان ده المشكله الكبرى والطامه الكبرى، ان هو جاي باختيارات عشوائيه وليس فيها اي منطق وليس لها فيها اي عقل. انت محتاج مدير فني اجنبي عنده كاريزما، عنده شخصيه قويه، لا يقبل تدخلات في شغله، ولا يقبل تدخلات ولا املاءات ولا اي شيء من هذا القبيل. انت عندك الاداره اللي تعمل ده، احنا محتاجين الاول اداره تعمل ده، ما عندناش. انا بقول الكلام ده على مسؤوليه الاداره الموجوده في الكره المصريه، سواء موجودين سواء سابقين او سواء حتى اللي يجوا، ما عندهمش القصه دي. احنا عندنا اهم حاجه، عندنا ان ابان في الصوره، انا لازم يكون ليا تدخل، انا جبت فلان، انا جبت علان، يعني ما فيش انكار ذات. فين انكار الذات؟ انا نفسي حد يعمل حاجه لله، ما فيش حاجه لله ابدا. طيب، كل حاجه للشخص، وكل واحد عازم حاجه يظهر فيها وتصور، وانا اللي عملته وانا. طيب، اللي مش عملته. من هنا الاولمبياد طوكيو في الصيف الجاي، حوالي 8 شهور او 9 شهور، هل انت مع وجهه النظر ان ممكن يبقى في انتخابات لمجلس جديد يدير الكره المصريه في 9 شهور؟ لا، اللي هيحصل انا قلت لك السيناريو، انت مش واخد بالك السيناريو اللي هيحصل، واللي بيحاولوا انه يحصل ان هو ينتزعوا موافقه الاتحاد الدولي على لجنه تدوير الكره المصريه حتى الاولمبياد. ده كلام قلته لك. لا، وجهه نظرك انت شايف الافضل لجنه تدير لغايه اولمبياد طوكيو، ولا يتعمل انتخابات لغايه اولمبياد طوكيو؟ لا، ما هو كده، انا وجهه نظري ان اللجنه تدير احسن. طب اللجنه اللي هتدير تعدل في لائحه النظام الاساسي؟ تعدل، ده فيها مشاكل كتيره جدا. تعمل لجان بس كرة. بص، انا والله لا يعنيني الافراد بقدر ما يعنيني الالتزام التام والضمير الحي. الضمير هو السيستم ده، مين اللي بيضعه؟ الافراد. لابد ان يكون السيستم موافقا للطبيعه وللضمير وللمنطق، انما السيستم اللي بتحط مع الاسف الشديد يا استاذ محمد بتحط على حسب الاهواء الشخصيه وحسب المصالح الشخصيه، وده اللي مبوظ الكره المصريه. انا متفائل وعندي احساس ان الفتره الجايه هتكون احسن من اللي فاتت ان شاء الله، عشان محتاجين. انا كده مش متشائم برضو، انا متفائل، بس انا بقول الحقائق الموجوده اللي الناس لازم تاخد بالها منها، ان طبعا. ان انت عندك سلبيات لازم تاخد بالك منها. طيب، مهم جدا اعلن قائمه الاهلي ان خلاص الاهلي انهى التدريب الاساسي او قبل سفر لبرج العرب. مارتن لاسارتي المدير الفني اعلن قائمه الفريق اللي هتتجه ان شاء الله في هذه اللحظات الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق في برج العرب، استعدادا لمباراتين، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك في ختام جدول الدوري العام ومسابقه الدوري العام، حيث تقام مباراه الاهلي والمقاولين مساء غدا ان شاء الله على استاد برج العرب، ثم مباراه الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. قائمه الاهلي جاءت على النحو التالي: حسام عاشور، احمد فتحي، محمد نجيب، عمرو السوليه، هشام محمد، رامي ربيعة، رمضان صبحي، محمد هاني، باسم علي، علي معلول، جونيور أجاييه، حسين الشحات، حمدي فتحي، صالح جمعة، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد الشيخ، محمد الشناوي، أيمن أشرف، وليد سليمان، وليد أزارو، جيرالدو، ناصر ماهر، مروان محسن، وأحمد طارق، وياسر إبراهيم. قائمة النادي الأهلي المتجهة إلى الأسكندرية لخوض هذا المعسكر وهذين المباراتين 26 لاعب استعان بيهم مارتن لاسارتي. كتير شوية، أنت عشان هتتدرب هناك. هو كده بيعتبر أنه في معسكر تدريبي هناك موجودين معاه. هو 26 مش مباراة واحدة، عشان بس نوضح للناس. أنا عارف. هو الأهلي هيسافر النهاردة، عنده مباراة بكرة الأربعاء. تحسبا لأي ظروف تحصل يبقى معاه. في تمرين الخميس، في تمرين الجمعة. ده شيء كويس على فكرة. ده شيء كويس جدا. ثلاث أيام تدريب في برج العرب، عشان كده مسافر ب 26. ده شيء كويس جدا، تحسبا لأي ظروف، الواحد ما اضمنش الظروف عاملة إزاي، لكن. واكتمال الصفوف ده حاجة كويسة. طبعا كويس. حاجة تسعد الجهاز الفني. وأهم، بص انا دايما لما باجي اتكلم في جزئيه اختيارات اللعيبه، انا بتمنى دايما او بركز دائما على قصه ان يكون اللاعب يحالفه التوفيق في يوم المباراه. اي لاعب في الدنيا اذا لم يكن يحالفه التوفيق في يوم المباراه كانه مش موجود بالظبط. ولا مع حاجه تانية، الجهاز الفني لما بيختار اي قائمه وجهه نظر فنيه. ماضي ده شيء ممكن. صح كده؟ ما هو المسؤول، هو مين المسؤول عن الاداره الفنيه؟ المدير الفني. فلا بد ان يكون، بس اهم حاجه يكون واقعي في اختياراته، مش لا، ما هي انت كمان مرتبط بحاجه وكره. انت مرتبط بحاجه كمان. ليه اجري فشل في منتخب مصر ليه؟ لانه مع الاسف هو قيل بعد ذلك انه في حاولنا نضم عناصر بس هو رفض. يعني عايز تفهمنا الاختيارات اللي تمت دي تمت من دماغك انت؟ طيب يبقى انت فاشل.
يعني خلي بال حضرتك قيل بعد كاس الامم الافريقيه ان اللاعبين الذين تم اختيارهم عن طريق اجري وبالتالي هو المسؤول عن اختياراته. تمام. طب الجهاز الفني المعاون كان فين؟ يعني هو دوره ايه؟ يعني دورك انت ايه؟ دورك تقول له 1 2 3 4. لو هو اقتنع بكلامك اهلا وسهلا، ما اقتنعش بكلامك هو ما عندوش فكره، لان في لعيبه اصلا لم تكن تصلح ان تنضم الى منتخب مصر وتلعب من الاساس. احنا مشكلتنا، انا كنت هنا في القناه كان الاستاذ امير وقلت له انتوا عندنا كوارث دفاعيه غير طبيعيه، وقلت له عندنا في القلب في مشكلتين الناس مش واخده بالها منها يا جماعه والله، وحذرت على القناه وقلت ان عندنا مشكله ان يلعب احمد حجازي ومحمود علاء جنب بعض، الاثنين لعبهم متشابه، واذا لعب الاثنين المتشابهين جنب بعض فبيعملوا اداء متشابه، فبالتالي ضربهم بيكون سهل، وده اللي حصل في ماتش جنوب افريقيا. لو تفتكر الهدف اللي جه ده الاثنين اتضربوا، الاثنين اصلا سايبين اماكن، كان المفروض نلعب بحد يختلف تماما عن احمد حجازي وليكن باهر المحمدي في هذا اليوم. طبعا اللي حصل حصل، لكن في امور فنيه لازم ناخد بالها منها، حاجات بسيطه دايما بنقع فيها، ودي خطا مستمر ودائم في منتخب مصر ان دايما احنا لا نركز على هذه الاشياء. اللي يعني محمود علاء هداف الدوري زي الفل ولعب كويس جدا، لكن في بعض الهفوات الدفاعيه ما ينفعش مثلا اخده وهو نفس القصه شبيه في اداؤه لاحمد حجازي، ما ينفعش احط الاثنين في مكان واحد، هتلاقي التفكير واحد والتصرف واحد والخطا واحد، فبالتالي سهل ضربهم كانك بتتعامل مع لاعب واحد. فاهمني؟ ففي حاجات كثيره جدا انت لازم تخلي بالك منها. وفين الناس الفنيه اللي بتتكلم؟ الجهاز الفني اللي موجود في منتخب مصر كان فين الكوارث دي بتحصل؟ كان فين اللعيبه في اول ثلاث مباريات ما كانوش في حالتهم؟ خلي بالك احنا كنا نكسب يعني بدعاء الوالدين. فين الحميه؟ فين ال 11 لاعب اللي هم اللي المفروض ياكلوا النجيل عشان يوصلوا بمنتخب؟ هو كانوا عايزين يوصلوا للنهائي بالشكل ده؟ لا طبعا، ده اللي حصل ده رحمه من عند ربنا ان احنا هنوصل لدور 16. ايه الدروس المستفاده من بطوله افريقيا للامم تحديدا على مستوى المدربين الفنيين اللي كانوا بيقودوا منتخبات صغيره في الكوره لكن قدروا يعملوا نتائج؟ هيرجعنا لنقطه تكوين الكوادر من 98. قلت لك تاني وبركز على الكلام ده، احنا ما عملناش كوادر بس يا جماعه. نبص بس نقطه، في اكمل نقطتي عشان مدربين اجانب مش من عندها. ماشي، ما المدير الفني الاجنبي في بلاد بتحب تجيب اجانب علشان خاطر تكون نفسها الاول. تعمل نفسها كوادر تدريبيه. ما هو تونس زينا، تونس شبهنا، هتكلم على تونس، تونس شبهنا، احنا بنعمل يعني تونس شبه مصر في حاجات كتيره جدا، حتى الاداء لم يكن مقنعا، هم بدخلوا في المباريات وكان في خلافات وفي مشاكل ما بين الجهاز الفني واللعيبه، هم وصلوا بس كده ايه بشكل يعني في بعض التوفيق شويه. لكن لما تيجي تبص شويه تلاقي مثلا المنتخبات الناشئه بيجيب مدير فني اجنبي عشان خاطر يعمل خطط مستقبليه تمشي على اساسها. طب ما انت عندك السنغال، الراجل بقاهم بقى له اربع خمس سنين وشغال بشكل كويس جدا. الجزائر فطرت الا ان جمال بالماضي هو الانسب للمرحله دي وعمل مباريات رائعه، مش رائعه قوي يعني، بس هو افضل وحشين وخد البطوله. احنا فين؟ احنا كمنتخب مصر فين؟ فين الاسماء البارزه اللي تقود منتخب مصر؟ مع الاحترام الكامل لكل الاسماء الموجوده، انا شايف ان ولا واحد فيهم يصلح، وجهه نظر الشخصيه. فين من 98 تاني هقولها تاني من 98 حتى هذه اللحظه 70 لاعب يا اما اشتغل في الاعلام، قال لك يا عم انا لسه هوجع دماغي ويشتموني جماهيرتي بيشتمني وحاملين المسؤوليه، اشتغل في الاعلام البس البدله الشيك واروح بالعربيه تجيبني وتوديني، وانا بدل الناس بتشتمني انا اشتم الناس وانا اتكلم عن الناس وانا انتقد الناس. ما ديش حقيقه. طيب. معظم لعيبه مصر اشتغلوا في الاعلام. طيب. يا اما في الاداره يا اما في التسويق يا اما في الاعلانات، يا اما ارتضوا بحالهم من اللعبه في الدرجه يضربوا في الدرجه الثانيه. يعني في لعيبه افزازه كبيره جدا بتلعب في الدرجه الثانيه او بتدرب في الدرجه الثانيه. كابتن منتخب مصر بيدرب الفيوم، تخيل كابتن منتخب مصر يدرب الفيوم ويدرب السكه الحديد ويدرب مش عارف مين ويدرب مين، كابتن منتخب مصر في كاس العالم، كابتن تاريخي. فين الاجيال؟ يبقى انت بقى بتتكلم عن اداره فنيه في الاتحاد تحط معايير وتعمل رخص تدريبيه للمدربين وكمان طموح مدربين. فين طموح المدربين؟ ما هو وتعد كذا كادر كمشروع للتدريب في الكره المصريه وكالمنتخبات المفروض الوحرية. بس برضه يتم بشفافيه، يتم بلاش واسطه، انا بحب فلان يبقى هو اللي هيبقى. ما هو خلي بالك كل امور بتتكشف. هو يعني انا لو لعيب كره واسطه ولعبت في كره في الملعب هيبان على ان انا واسطه، مفيش واسطه، مش هيبان. هيبان. ولو مدير فني واسطه بيبان. اللعيبه بتفضح، خلي بالك اللعيب نفسه. انت عايز تعرف مستوى مدير فني اسال لعيب كوره يقول لك ايه، ما تسالش غير لعيب الكوره لان هو اللي بيتلقى. زي المدرس تسال التلميذ يقول له ده مستوى، ما تسالش ان هو قاعد ده بيشرح في الحصه وبيزعق وبيخبط على الترابيزه وبيضرب العيال بالعصايه، لا اسال الطالب قول له عامل ايه المدرس معاك، واسال اللعيب قول له عامل ايه المدير الفني معاك، هتلاقيه تجاوب اقول لك اه ده كويس، ده اقول لك ده ما عندوش فكره. لو قال لك ما عندوش فكره ما عندوش فكره بالفعل،
الا بقى لو كان هو بيتكلم كلام مش حقيقي. فعايز تعرف تقيس مستوى، قيس مستوى لعيبه، قيس مستوى ما تسال، بس اهم حاجه بشفافيه. انا بركز على كلمه شفافيه لان ما عندناش الشفافيه دي ما بنلاقيهاش، ولو لقيناها بنلاقي اصحابها مش موجودين على الساحه، بعيدين عن الساحه، لان المصالح بتتصالح زي ما بيقولوا. طيب. احنا شبكه من المصالح. والله والله هذا الكلام على مسؤوليتي، ما حدث في كاس الامم الافريقيه ده عقاب الهي لتفوير الكره المصريه، لتفوير، شوف انا بقول لك لتفوير، انسف حمامك القديم بكل ما فيه. تمام. طيب بالامس كان في اجتماع لعدد من الانديه في الجمعيه العموميه القسم الثاني والثالث بخصوص لائحه النظام الاساسي وتعديل عدد شكل المسابقات في الفتره القادمه، عندك تفاصيل عن نهايه هذا الاجتماع؟ ممكن يكون في جمعيه ده لسه يوم الاثنين المفروض اجتماع يحصل. هيحصل في جمعيه عموميه غير عاديه فعلا هتحصل الساعات الجايه. هذا ما تردد خلال الايام الاخيره، واحتمال كبير جدا طبعا انت عارف يحصل نوع من التشفي، يحصل نوع من الحاجات اللي كانوا غير راضين عنها يحصل فيها تعديلات. هذه الامور نتمنى ان تكون برضو فيها شفافيه عشان خاطر ما يكونش رد فعل او عصبيه او رد فعل عصبي، ده ممكن يسيء الى الكره المصريه اكتر. اتمنى ذلك ان اللي هم تم اختيارهم ان يتم من خلالهم تكوين لائحه تليق بالكره القدم المصريه وتكون في مصلحه الكره المصريه وليس في مصلحه الاشخاص. خلي بالك معايا انا بقول لك، انت بتضحك. لا اصل الفتره الجايه محتاجه ان شاء الله تكون في كوادر كويسه تدير الكره المصريه للافضل. هي فين؟ هي فين؟ لا في ان شاء الله. فين؟ في في. انت بتقول في، انا عايز ادي جرعه التفاؤل بس اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. ما هو احنا جرعات التفاؤل دي اللي عامله زي البالونات. لا ان شاء الله الجاي افضل. طيب باذن الله ان شاء الله. طيب في جزئيه مهمه بقى، في جزئيه مهمه اختم بيها كلامي معاك. اتفضل. تصفيات كاس العالم ان شاء الله يوم 29/7 في مصر. تمام؟ مهم جدا في التصفيات، استضافه القرعه التصفيات قصدك يعني. قرعه التصفيات هتكون في مصر ان شاء الله يوم 29/7. تمام. في جزئيه مهمه جدا وانت بتعمل التصفيات دي للمرحله القادمه، تصنيفك لازم يعلى طبعا، لان بعد امم افريقيا على فكره النهارده كام؟ النهارده 23/7. 23. بعد حوالي 5-6 ايام هيطلع التصنيف الشهري. التصنيف الجديد التصنيف الجديد متوقع ان المنتخب يتراجع بعد الخروج من دور ال 16. طبعا تراجع التصنيف ده هياثر عليك وانت بتتحط في القوايم المنتخبات اللي هتلعب المرحله الثانيه، وهترجع تاني. خلي بالك النظام الاساسي القديم بتاع 2014. ايام برادلي. طيب. برادلي عمل ساعتها نذكر الناس برادلي عمل نتائج لم تحدث في اي منتخب في العالم، شوف في العالم الوحيد الذي حقق العلامه الكامله، بس نهايته مع الاسف كانت نهايه سيئه للغايه. طيب التصنيف ده مهم جدا للمنتخب طبعا الوطني. مهم، بس انت هتصنف ازاي؟ ما هو عندك اجنده في شهر 9. تمام. انت عندك اول اجنده للمنتخب اول 9، محتاج مدير فني قبل شهر 9. ايه اللي بتطلبه بالنسبه للمنتخب في الفتره الجايه او انت كصحفي بتركز عليه وانت بتتكلم عن المنتخب عشان موضوع التصنيف؟ اختيار مدير فني، بس مش هيحصل دلوقتي خلي بالك. لا ما انت كمان هتلعب مع مباريات وديه في الاجنده عشان تعلي تصنيفك، محتاجين مدير فني. وده مش هيحصل دلوقتي، ولو حصل باستعجال هيحصل الاسماء اللي الناس عارفاها، والاسماء اللي احنا عارفاها دي يا اما ما عندهاش، يا اما شطبت، يا اما خلصت، يا اما عملت يعني تاريخها مع الانديه بس، مع المنتخبات لا، ولو مسكت منتخبات مسكت منتخبات بشكل يعني ما كانش المردود على المستوى المطلوب. لا احنا مش هنجرب، انا ما ينفعش اجرب مع المنتخب، لازم اجيب مدير فني عالمي. الوطني عندي ما عنديش بالصيغه العالميه، الصيغه العالميه اللي عندي تصنيفه الكبير نعم كل حاجه تمام، لكن الامور اختلفت تماما، الدنيا اتغيرت، اللعيبه مش هي اللعيبه، التعامل مع اللعيبه مش ولادك اللي كانوا معاك في 2003 اللي هم يقدروا يكملوا معاك بعد كده، لا انت دلوقتي بتختار في لعيبه القماشه صعبه شويه، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتطورت، لعيب كرة بقى شكل تاني وستايل تاني ومختلف، محمد صلاح، تريزيجيه، مش لعيبه بتقدر تمشيهم زي ما انت عايز، ولادك اللي انت مطلعهم الامر مختلف، مش حماس بس، مش عصبيه، علاقات شخصيه، علاقات دوليه، كل الكلام ده الناس فاهمان انا بقول ايه، انا ملتزم بخط القناه ان مش هتكلم عن اسماء، لكن 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 لما تيجي تختار السي في اللي قدامك الاصلح للكره المصريه، فين السي في الاصلح للكره المصريه؟ كل واحد ليه مسالب وعيوبه اكتر من مميزاته، المميزات قليله جدا. تلحق لما تختار مدير فني اكيد طبعا، تلحق تعدل او تظبط التصنيف بتاعك قبل المرحله الاخيره؟ اختار بقى فرق صغيره اجنده دوليه، فرق على قدك، فرق من ولو ان الكره الافريقيه ما لم يعني مستويات عاليه، احنا شفنا برغم ان في 8 فرق خرجوا من الدور لكن برضه مستويات عاليه، احنا اللي متاخر على فكره، احنا متاخر، احنا اللي المفروض احنا نتقدم، يعني مش عارف ليه احنا ليه ما نكونش في المرتبه دايما المرتبه الاولى اللي بس بحق وحقيق مش بمجرد ترشيحات، احنا دايما بنترشح في
رقم واحد وليفل 1 ومش عارف ايه، لكن تيجي على ارض الواقع تلاقي الامور مختلفه تماما، تلاقي الامر مع الاسف الشديد حتى النجوم اللي انت بتعول عليهم بتلاقيهم مش خارجين عن مستواهم. النجوم يعني نجومك يعني انت مع الاسف حتى النجوم بتوعك ما بتعرفش تتعامل معاهم. يعني انت ربنا كرمك بواحد زي محمد صلاح، لازم نقول محمد صلاح كيفيه التعامل، لا انا بتكلم عن محمد صلاح النجم العالمي، ده نجم عالمي مصنف ثالث على العالم باعتراف كل. هل تتخيل ان الكره المصريه مش عارفه تتعامل مع محمد صلاح؟ حتى الاعلام ما بيعرفش يتعامل معاه. ده موضوع يا جماعه الامر اختلف يا جماعه، محمد صلاح غير بتاع طنطا، غير بتاع عثمانسون، غير بتاع المقاولين، ده حاجه ثانيه، ده مؤسسه ماشيه. تمام صاحب بن فاهم، انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما ان شاء الله تكون ان شاء الله الفتره القادمه تكون كويسه بالنسبه للكره المصريه، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل للكره المصريه، لان بالتاكيد الكره المصريه تحتاج جهد كبير عشان تحتاج ضمائر سليمه ان شاء الله للصالح العام وليس للمصالح الشخصيه ان شاء الله. بس اهم من اي شيء بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مارتن لاسارتي اختار قائمه ب 26 لاعب، عنده مباراتين وعنده تدريبات في برج العرب، فبالتاكيد محتاج فتره وقت مع عدد من اللاعبين عشان يقدر يجهز للمباراتين، مباراه المقاولين بكره ان شاء الله. كل حاجه في اقدام لاعبي النادي الاهلي، يقدروا ان شاء الله باذن الله بعد صافره الحكم وال90 دقيقه ما تنتهي والاهلي حقق النتيجه الايجابيه نحتفل كلنا، لكن حتى هذه اللحظه لسه الدوري في الملعب، لسه الكوره داخل الملعب، وعلى الورق لسه ما فيش حاجه اتحسمت. ان شاء الله في ظهر الفريق وفي ظهر اللعيبه والجهاز الفني نتخطى هذه المباراه، ثم مباراه القمه والاخيره في نهايه المسابقه، وان شاء الله نبارك ان شاء الله بعد هذه المباريات ونستعد كمان بقى للمشوار القادم، لان الوقت هيبقى ضيق ودايما كده هنقفل الصفحه ونفتح صفحه موسم جديد ان شاء الله يكون كله انتصارات وبطولات. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه.